تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 9 مارس مباريات الجولة 21 من منافسة دوري جميل، والذي دخل في مراحله الحاسمة مع بقاء 6 جولات فقط ستحدد الشكل النهائي لترتيب فرق الدوري. الزعيم بات أقرب من أي وقت مضى لحسم اللقب الذي غاب عنه 5 مواسم بعد أن نجحت فرقة الأرجنتيني دياز في انتزاع فوز ثمين على الاتحاد في الجولة الماضية 3 أهداف مقابل هدف. فوز الهلال بالكلاسيكو مكنه من توسيع الفارق النقطي مع أقرب منافسيه النصر إلى 8 نقاط، مستغلا تعثر النصر والأهلي بالتعادل مع الفيصلي والخليج على التوالي. الهلال بات على بعد 12 نقطة من حسم لقب الدوري بشكل رسمي بغض النظر عن نتائج منافسيه، وسيبدأ الزعيم مشوار تحقيق هذا الهدف عندما يستضيف الفتح يوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في لقاء يغيب عنه ظهير الهلال الأيمن محمد البريك بسبب البطاقات الملونة. في الجانب الفتحوي يبحث التونسي فتح الجبال عن تحقيق فوزه الأول منذ 3 جولات ليساعده على الخروج من منطقة الهبوط، إذ يأتي النموذجي في المركز ما قبل الأخير ب16 نقطة. الفتح سيفتقد لخدمات لاعب وسطه توفيق بوحيمد بسبب البطاقات الملونة، بالإضافة إلى مهاجم الفريق داثان جونيور الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي أنهى موسمه مع الفريق. في اللقاء الثاني يحل الاتفاق 9 الترتيب ب22 نقطة ضيفا على التعاون الذي تلقى خسارة موجعة من القادسية في الجولة الماضية جعلته يتراجع للمركز 8 ب24 نقطة. فارس الدهناء ما زال يبحث عن فوزه الأول منذ نوفمبر الماضي عندما فاز على الفيصلي 3-1، حيث لعب الاتفاق بعده 10 مباريات لم يذق فيها طعم الانتصار. الاتفاق ليس في مأمن من الهبوط، إذ يفصل بينه وبين منطقة الخطر 6 نقاط فقط. في اللقاء الأخير من يوم الخميس يستقبل الوحدة صاحب المركز 12 ب17 نقطة ضيفه الأهلي في لقاء يحاول فيه فرسان مكة مواصلة الصحوة واستغلال حالة عدم الاستقرار في الفريق الأهلاوي. الوحدة نجح في الحصول على 4 نقاط في الجولتين الماضيتين مقابل نقطة وحيدة للأهلي في الجولات 3 الأخيرة. الأهلي يبتعد بفارق 9 نقاط عن صدارة الدوري، ومعظم الجماهير الأهلوية باتت تشعر بحالة من اليأس في الحفاظ على لقبهم. في هذا اللقاء سيستعيد السويسري كريستيان جروس خدمات الثنائي سعيد المولد وسعد الأمير بعد أن غابا عن الجولة الماضية بسبب البطاقات الملونة. وتستكمل الجولة 21 من الدوري يوم السبت 11 مارس بلقائين، إذ يحل القادسية ضيفا على الخليج فيما يستقبل الشباب ضيفه الفيصلي. في اللقاء الأول سيكون الخليج صاحب المركز الأخير ب15 نقطة على موعد في غاية الصعوبة، وهو يواجه ثلاثي الرعب القدساوي إلتون جوزيه وباتريك إيز وبيسمارك فيريرا. القادسية قفز بكل استحقاق إلى المركز 7 ب24 نقطة بعد أن نجحت فرقة البرازيلي أنجوس في تحقيق 11 نقطة من أصل 15 في الجولات 5 الماضية. وفي اللقاء الثاني ما زال المدرب الوطني سامي الجابر يبحث عن انتصار يسعد به عشاق الليث ويؤمن به مركزه 5 من خطر الرائد عندما يستضيف الفيصلي صاحب المركز 11 ب19 نقطة. الشباب والذي سيفتقد في هذا اللقاء لخدمات لاعبه عبد الوهاب جعفر بسبب البطاقات الصفراء جمع 2 نقطة فقط من أصل 15 نقطة في الجولات 5 الماضية، مرتفعا رصيده إلى 27 نقطة في المركز 5 الذي يحتله منذ الجولة 9. في المقابل يسعى الفيصلي المنتجي بتعادل مع النصر في الجولة الماضية لتسجيل انتصار يبعده عن خطر الهبوط، حيث يفصل بينه وبين منطقة الهبوط 3 نقاط فقط، خصوصا وأنه سيلعب الجولتين المقبلتين أمام التعاون والاتفاق على التوالي في المجمعة. وتختتم الجولة 21 والثلاثاء 14 مارس بلقائين مؤجلين يجمع الأول الاتحاد مع الباطن، فيما يجمع الثاني النصر مع الرائد. الاتحاد تلقى خسارة ثقيلة من الهلال في الجولة الماضية وبات يبتعد بفارق 9 نقاط عن صدارة الدوري، وسيحتاج العميد لجهد مضاعف لتجاوز مستضيفه الباطن، خصوصا وأن تشيلي سييرا سيلعب هذا اللقاء بدون هدافي الفريق فهد المولد ومحمود كهربا وكذلك القائد عدنان فلاتة، بالإضافة إلى اللاعب عمر المزيعل بسبب البطاقات الملونة.
الباطن بقيادة الوطني خالد القروني سيحاول مواصلة سلسلة نتائجه المميزة على ملعبه، إذ يحتل السماوي المركز العاشر بـ 21 نقطة، منها 19 نقطة حققها على ملعبه، حيث لعب 11 لقاء في حفر الباطن، خسر منها لقاءين فقط، وتعادل في 4 وفاز في 5. السماوي سيفتقد في هذا اللقاء ولأول مرة لخدمات مدافعه بندر المطيري بسبب البطاقات الصفراء. المطيري شارك في كل مباريات فريقه في دوري جميل دون أن يغيب عن أي دقيقة منها. اللقاء الأخير في الجولة 21 سيجمع الرائد صاحب المركز السادس بـ 26 نقطة مع ضيفه النصر ثاني الترتيب بـ 42 نقطة. النصر سيقاتل حتى آخر لحظة للفوز بلقب الدوري رغم فارق 8 نقاط عن الهلال، لكن اللقاء الرائد لن يكون سهلا على الإطلاق للعالمي في ظل غياب ثنائي خط الدفاع خالد الغامدي وعمر هوساوي بسبب البطاقات الملونة، واكتمال صفوف رائد التحدي بقيادة الهداف الأنيق إسماعيل بنجورة ولاعب خط الوسط المتألق سلطان السوادي. كل مباريات هذه الجولة يمكنكم متابعتها معنا عبر دوري بلاس. الموسم يقترب من مرحلة الحصاد وصراع القمة والقاع يبلغ ذروته، فلنتابع سويا ما ستفسر عنه مباريات الجولة، فكونوا معنا.